أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم، ولعن عدوهم، منصر ولدهم. مقتدى 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 يا الله يا محمد يا علي يا مهدي، انصرنا. لا يزال الكلام في الجزء الثالث من منهج الصالحين، كتاب المكاسب المحرمة. قال السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه في مسألة 48: يحرم. عندما قال يحرم، هذه فتوى قطعية. قال يحرم حفظ كتب الضلال، حفظها بعد واضح، اقتناءها وتخزينها، حفظها وين؟ داخل المنزل. وقراءتها، هاي الحرمة الثانية تنصب على اليمن. من قال يحرم حفظها يعني يجب إتلافها. وعندما قال يحرم قراءتها، لأن قراءة كتب الضلال تولد شبه عقائدية تبعد الإنسان عن دينه وعن مذهبه وعن ملته، يجوز تخليه شكاك بكل اعتقاد. والشك سبحان الله يسري، شلون المرض؟ شايف هذا الفيروس إذا حصل من مرض معين ينتشر شيء فشيء في أنحاء الجسم وأعضاء الجسم إلى أن يقتل الإنسان. هذا يموت دينه يعني. هذا بالنسبة له إذا قرأ كتب الضلال. كتب الضلال شنو معناها؟ معناها الكتب اللي تولد من عندها شبهات عقائدية. شلون هسه الكتب المعروفة الحسن البنا، واضح؟ أو سيد قطب، أو كتب الوهابية، أو كتب ابن تيمية، واضح؟ هذا المفهوم الفقهاء ما يحجمون على مستوى الكتب قراءة الكتب، وإنما يحاولون أنه يوسعونه حتى للأقراص الليزرية، حتى للفيديوهات التي تنشر شبهات عقائدية ضد القرآن أو ضد المعتقدات الإسلامية أو ضد المعتقد المذهبي وما شاكل ذلك. حتى هاي محرم حفظها ومحرم نشرها. يعني أنا على صفحتي أنشر فيديو يحمل شبهة عقائدية، محرم، واجب حذفه. واضح الكلام؟ يعني يتوسعون بها جدا. زين، قال يحرم حفظ كتب الضلال. الكتب هنا أخذت على نحو المثال لا أقل ولا أكثر، وإلا أنا عدي شنو؟ عدي معمل معين. هذا المعمل اللي أنا أجيب به عمال، عدي عامل جاي يطرح شبهات حول الدين وحول المذهب وحول الحسين وحول المعصومين وحول وجود الله، هذا محرم إبقاءه. هذا بعد شوف، إذا قلنا إبقاء يعني حفظه، واضح؟ فهذا واجب إبعاده عن من؟ عن العمال. كذلك المدارس الأهلية نفس الكلام، كله نفس الشيء. يعني أنا أقبل صداقة الشخص يلقي الشبهات، مثلاً على سبيل المثال هذا الشخص اللي يلقي الشبهات أعطي طلب صداقة أو أقبل صداقته أو حتى عينه بالنشر، يقول هذا محرم. لهم دول كلهم دول مثل ياسر الحبيب أو ما شاكل ذلك، نعم هذول كلهم محرم. محرم الاستماع إلى ما يلقونه، ومحرم قبول صداقتهم أو على سبيل المثال نشر الفيديوهات الخاصة بهم أو الشبهات التي يلقونها، محرم ترويجها ومحرم أنه نشرها. حتى الوهابية نفس الشيء، نفس الكلام، نفس الكلام.
المذاهب المنحرفة الجديدة وغيرها والقديمة هم محرم، قال يحرم حفظ كتب الضلال وقراءتها مع احتمال، شوف إذا أكو احتمال ترتب الضلال على نفسه أو على غيره، يجوز هو تدخله شبهة عقائدية أو لا، هو إنسان محصن عقائديا لكن راح يضر غير عقائديا، نقول هنا هم محرم، الحرمة ثابتة. فلو أمن من ذلك، شلون أمن من ذلك؟ لأن هو أستاذ عقائد، هو يستمع للشبهة حتى يعرف شلون يرجع، واضح؟ هو محصن عقائديا، هو أستاذ في العقائد، يستطيع أن يرد هذه الشبهات ويستطيع أن يهدم مقدمات هذه الشبهات، نقول له ماكو إشكال اسمع. فلو أمن من ذلك أو كانت هناك مصلحة أهم، جاز. شنو المصلحة الأهم؟ أنا هسه عندي مدرسة أهلية، واضح، وجاي يجيب بها طلبة، أستاذ يلقي الشبهات، هذا الأستاذ أنا متمكن من عدة عقائديا زين، فراح أقربه من عدي حتى أحاول أزيل الشبهات من ذهنه وأحتمل هدايته ب90%، يقول جائز ماكو إشكال، واضح الكلام. هذا كتاب عقائدي، طبعا هذا الكتاب إذا أنا أقرأ راح أستفيد من عدة إشكالات معينة، أستطيع أن أرد عنها على هذه الإشكالات، أنا محصن عقائديا، يقول ماكو إشكال. وإذا أحرز المكلف كونها سببا لمفسدة دينية وجب عليه إتلافها، هذا الكتاب إذا بقي في هذه المكتبة العامة أو بقي في المكتبة الخاصة، وهو جماعة يجون يقرون مكتبتي يستعيرون من عدة كتب، يقول راح يكون سبب لمفسدة دينية يدخل الشبهات إلى أذهان السذج من الناس، فواجب علي إتلاف هذا الكتاب. وكذا يحرم بيعها وشراؤها، إذا إحنا نحكي على البيع والشراء هسه كتب الضلال، يقول محرم بيعها ومحرم شراء، بعد هالمسألة ابتلائية تخص من أصحاب المكتبات، أهل الحويش، واضح، مكتبات الموجودة بالكاظم، المكتبات الموجودة بكربلاء، مو كل كتاب أنا أبيعه، مو همي التجارة. شوف هسه دخلت بالمكاسب المحرمة لو ما دخلت، دخلت هالمسألة بالمكاسب المحرمة. قال وكذا يحرم بيعها، بيع كتب الضلال، وشراؤها، وثمنها سحت. ليش قال سحت؟ لأن بيعها بحرمة تكليفية، بيعها وشراها بحرمة تكليفية، أنت إذا بعت هذا الكتاب أو اشتريت هذا الكتاب هناك عقاب بانتظارك يوم القيامة، بانتظارك يوم القيامة، هذا واحد. ثانيا المسألة الثانية أن هذا المشتري لا يملك الكتاب فيحرم عليه التصرف به، وهذا الثمن لا يملك البائع فيحرم عليه التصرف به، فإذا تصرف به راح يكون سحت، واضح؟ نعم. وثمنها سحت ما لم يكن البيع على من يطمئن من نتائجها لدي، هذا الحكم. شوف إلا إذا بعته الأستاذ، أستاذ هو عنده فد مؤلف معين يريد يرد على هذا الكتاب، واضح؟ فأنا بعتها شخص محصن عقائديا، بعتها شخص معين يستطيع أن يرد هذه الشبهات، فتكون يكون البيع والشراء جاز. لا يختلف في ذلك الكتب الدينية الباطلة وغير الدينية، يعني سواء كانت كتب دينية أو كتب للثقافة العامة، هذا كله بعد محرم، الحكم واحد، القديمة منها والحديثة. نعم، نفس الكلام، نفس الكلام. قال القديمة منها، يعني كتب الضلال قديمة وكتب الضلال حديثة. اليوم إذا أنت تتبع تشوف بعض الذين دخلتهم الشبهة، علماء، علماء قرأوا كتب معينة دخلتهم شبهات، مو فلان من العلماء يقول أنصحكم تغيرون فهمكم وتقرون هذا الكتاب الكذائي،
هو كتاب ضلال، هذا كتاب ضلال يولد الشبهات. إذا هو ولد الشبهة بذهنك أيها العالم، كما يولد الشبهة بيت هانس السدج، وصل العالم إلى مرحلة أن يقول أن القرآن ليس كلام الله. إيه؟ هو قال يقول القرآن ليس كلام الله، وإنما القرآن الذي بين أيدينا وبين ظهرانينا هو عبارة عن فهم الأصحاب لكلام الله. مو النبي حكي بالقرآن النازل من السماء، نفس القرآن نطق به النبي، يقول الأصحاب شو فهموا من كلام النبي؟ كتبوا فهمهم لكلام النبي، هذا مو كلام الله. ايه زين، هاي مين تولدت هاي الشبهة؟ مين؟ مو تولدت هاي الشبهة من كتب الضلال اللي قراها، وبعدين حاول يسري الشبهة السابقة لمن؟ أحسنتم، إلى القرآن. نعم عليكم السلام. شوف كتب الضلال شو تسوي؟ أي قال بل يكفي صدق العنوان. شو صدق العنوان؟ ما دام يصدق عليه أنه كتاب من كتب الضلال كلش كافي، ولو مع وجود بعض التشكيكات. يعني ما بي ترى تشكيكات بالدين والمذهب إلا على مستوى شنو؟ إشكالين ثلاثة، 10 إشكالات، 5 إشكالات، يقول حتى هذا يصدق عليه كتاب ضلال محرم بيع وشراء. لعد وين واقعين جماعة؟ أغلب الكتب اليوم اللي تدعي دينية أو غيرها جاي يشوفها إشكالات بالصميم، بصميم الدين، بصميم المذهب، بصميم يعني شو يكون عملهم، شو يكون رزقهم، شو يكون أكل أولادهم، شو يكون كل حرام محرم. قال بل يكفي صدق العنوان ولو مع وجود بعض التشكيكات فيه وعدم استطاعة عامة المجتمع الجواب عليه. هذا مو كل إنسان يجاوب عن هاي الشبهة. اتبعوا وشوفوا الكتب اللي تولد إشكالات في ذهن القارئ. زين تلقى 75% من هاي الكتب هي هذا عملها. زين حتى وصل التشكيك عندهم المن إلى وجود المعصوم، وجود المعصوم، وجود لما المهدي يشكك فيه، وجود عصمة الأئمة سلام الله عليهم. أنت راجع الآن هذول الأحزاب الموجودين، راجع حزب الدعوة سموه موجود، حزب شوفوا أفكار سيد قطب، أفكار حسن البنا، أخذوا الإشكالات من الوهابية لأن تأثروا بكتبهم. شنو يقولون أئمة معصومين؟ هم يقولون يقولون مو أئمة معصومين، يقولون هم عبارة عن علماء أمة. علماء شين نقول الإمام الصادق معصوم؟ هم نفسهم الأحزاب الموجودين تأثروا بأفكار حسن البنا وسيد قطب، واضح؟ صف سطائيه نكرم، دخلت الشبهة لأذهانهم، لا يعترفون بعصمة الزهراء، ولا يعترفون بكسر ضلع الزهراء، ولا يعترفون بأن الزهراء حجة الله على المعصومين، ولا يعترفون بعصمة الأئمة ولا بالمطر. لذلك يوم استشهاد الزهراء تلقاهم قاعدين بحفلة غنائية والراقصات موجودة، وهم يدعون أحزاب إسلامية. هاي مين جت الشبهات؟ يبوق بنفط العراق ويبوق بأموال العراق ويقول أنا أخذت بفتوى شرعية من مرجع، ها مجهول المالك. هو هذا مجهول المالك؟ هو هذا مجهول مالك؟ هيك مجهول مالك حرفه الفقه عن المسار الصحيح. مجهول مالك مو هيك مجهول مالك، مجهول مالك انا موظف اريد اصلي بدائره حكوميه، اقدر اصلي بهاي الدائره لو لازم اخرج خارج الدائره حتى اصلي. يقول لا المرجع الثاني مأذونية اصلي ما يخالف، هيك مسائل يجوز، بس مسائل سرقه نفط العراق واللنجات تشتغل على البلدان الإقليمية على فتوى شرعية من مرجع
هذا محرم عمي، هاي سرقة أموال المساكين والفقراء. يا مرجع يجوز السرقة، الله بكتاب الكريم ما يجوز السرقة. شلون كلام هذا؟ هذا وين اكو اسلام هيك؟ وين اكو دين؟ وين اكو مذهب؟ المهم مسألة أخرى، قال يحرم على الرجل، أشكر، يحرم على الرجل لبس الذهب. طبعا كل ما صدق عليه ملبوسا من الذهب فهو محرم على الرجال فقط. كل ما صدق عليه ملبوسا من الذهب، محبس، قلادة، معضد، جاي لبسونها الأيام ما شاء الله، بس خاف توصل مسألة للخلخال بعد، خلونا برجيهم يمشون زين، قاموا لبسون حتى التراش قرطين، مو مشكلة والله. فكل ما يصدق عليه ملبوسا من الذهب للرجال هذا محرم، مو المحمول. يعني مشتري ذهب زوجته وجايبه مثل بجيبه مخليه بعلبة، لا ماكو إشكال، هذا محمول مو ملبوس. قال يحرم على الرجل لبس الذهب حتى التختم به، لابس محبل ذهب، وصلاته مع لبسه باطلة، إذا لبسها بالصلاة تكون الصلاة باطلة. طبعا احنا نقول يحرم على الرجل لبس الذهب في حال الصلاة وفي غير حال الصلاة، مطلقا محرم، مطلقا يكون محرم. وأما التزيين به من غير لبس فالظاهر جوازه. شنو التزيين؟ يعني فشيء معين أزين بالذهب، أرصع بالذهب، لا الدقمة البوس ما يجوز، لا يصدق عليها اللبس، لا فت قداح، سيف مثلا معلق، يقول التزيين من دون لبس. هاي الساعة المحمولة المحمولة يستشكل بها، يستشكلون بها الفقهاء. لا شوف القاعدة، انتبهوا القاعدة، فشيء معين يقول هذا يصدق عليه التزيين لكن ما يصدق عليه اللبس، لأن اللبس نرجع إلى مفهوم اللبس عرفا. فهم شو يقول الفقهاء؟ يقولون ها شنو اللي يصدق عليه؟ سن مال ذهب، أركبه وين؟ للقواطع، للمقدمة، هذا القواطع مال أسنان، هذا سنة من ذهب، يقول هذا ما يصدق عليه لبس. ما يقولون لابس لسن ذهب، يقولون مركب لسن مال ذهب. سيدي شيء يستشكل، يقول هذا محل إشكال أصلا، هذا محل إشكال هذا. وأما تلبيس مقدم الأسنان به يعني بالذهب فلا يخلو من إشكال لصدق اللبس عليه عرفين. واضح؟ يعني هذا رد على الفقهاء القائلين بجواز ذلك، ما يجوز، والحمد لله رب العالمين.